انزين احنا سمعنا ان كان وقتها وزير الداخليه الشيخ سعد رحمه الله عليه الله يرحمه كان له دور في التحاقك في احد السلك العسكري صحيح كنت في الجامعه ايه وخلصت سنتين هو في بالقانون ان عقب عقب الثانويه بسنتين معهد ايه ممكن تدخل وتعين بنجمه اوكي اروح له يقول تعال لي الاسبوع الجاي بالدفاع ايه اروح له بعدين تعال لي الاسبوع الجاي بالداخليه ايه اروح له بالقصر الشعب يقول لي تعال لي اخذ وياي يماطلني بعدين صار سمو الامير الحالي وزير داخلية أيه. لما تعينت أنا أيه. ويوم تخرجت ورحت له أيه. كان رئيس وزراء أيه. ضحك أيه. الله يرحمه قال لي يعني أنا ما أقدر أعينك من ذاك الوقت مثل. وبأي رتبة أيه نعم. أقدر لكن أبيك تخلص الجامعة وتختار أيه. وهذا اللي حصل